رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية، وقبل أن نتكلم عن هذا المشروع، هو اسم على مسمى، ودائما الشيء يأخذ من اسمه نصيب. فهذه كانت أمنية بقلب كل كويتي، أنه يحافظ على بيئته وأن يصير هناك في تنمية مستدامة بيئية جميلة بسواعد كويتية. فلما نيجي ونتكلم عن مشروع أمنية، هو مشروع لإعادة تدوير البلاستيك للحفاظ على الكويت من التلوث البيئي اللي من الممكن أن يتسبب يعني في الكثير من المخاطر على الإنسان والمجتمع وغيره من هذه الأمور. اليوم راح تكون ضيفتنا الأستاذة سناء القملاس، الرئيس التنفيذي لمشروع أمنية. راح نعرف أكثر وأكثر عن هذا المشروع وهدفه بإذن الله. افتخار. أكيد يا هاشم، مشاهدينا نرحب في ضيفتنا. يا أهلا ومرحبا فيك سادة سناء. لكن قبل ما ندش في الحوار وقبل ما نتعرف وين وصل هذا المشروع، نشوف معاكم مشاهدينا هذا التقرير ولا نعودة. بعد ما شفنا التقرير الجميل، كلنا نعرف مشاهدينا مدمرات البيئة وخصوصا البيئة البحرية للبلاستيك. يا هاشم أكيد تأكيد. أنا لاني مذيع رمادي ولاني مذيع دبلوماسي، أول شيء دمعتك وايد غالية السنة. حبيبي تسلم، دمعتك وايد غالية، ما قصر. إنزين، والشعور اللي أنت تشعرين فيه، إنزين، هذا الشعور الشعب الكويتي كله وكلنا مرينا فيه لما تم إغلاق المصنع. الحمد لله على كل حال، بس الخير بقبال إن شاء الله. إن شاء الله الخير بقبال فيكم ومعاكم، وأهل الكويت ما يقصرون، وهم ناس من قلبهم يحبون أنهم الخير حق الديرة، ويفهمون وواعين. وترى احنا ما قاعدين نوعي الناس، لأن الناس واعية. صحيح. الناس أكثر وعيا ممكن مني. أوكي، بس بشوفة المصنع شوية تعور القلب. راد المصنع إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. مشروع أمنية، هذا هو حوارنا وهذا هو حديثنا، والهدف السادة سناء من لقائنا هو التوعية المجتمعية مثل ما تفضلت، ومدى أضرار المواد البلاستيكية على بيئتنا. كم صار عمره مشروع أمنية؟ 8 سنين. انطلاقته متى كانت؟ من 2015، بس من 2023 بدأ بشكل مختلف تماما. يعني في البداية كانت أمنية عبارة عن مشروع توعوي وتجميع وإدارة مصنع لإعادة التدوير. حاليا احنا قررنا ان ننهي الموضوع بإغلاق المصنع ونسوي شركة غير هادفة للربح. مهمتها راح تكون التجميع والتوعية، هذه المهمتين اللي احنا نبي نركز عليهم، لان هذا اللي احنا محتاجين. قبل نروح للقطاع الصناعي لازم نخلق نظام للتجميع لتوفير المادة الخام لإقامة أي صناعات لإعادة التدوير. ممتاز. فهذا هدفنا. جميل جدا. هذا الهدف من مشروع أمنية. خلينا نتكلم عن أهم الداعمين حق هذا المشروع الرائع اللي كبر ويانا، يعني عمره تقريبا تبارك الله الحين 8-9 سنين. صح. نبي نتكلم عن هالمشروع الرائع، ومن الناس اللي تدعمكم؟ هو الناس بشكل عام تدعمنا، بشكل عام كل أهل الكويت، ومو بس أهل الكويت، حتى المقيمين عليها. ترى الناس زينة، احنا راهننا من اول يوم على الفرد، على الشخص، على البني آدم، وراهننا مو غلط، راهننا صح. في المرحلة الحالية الداعمين الأساسيين لنا عندنا 3 شركاء اللي هما داعمين لنا في المشروع، اللي هما او لا سوري اكثر من 3 شركاء، ريهام الغانم، رشا القناعي، اشواق المضف، ناصر الخالد، وسالم جيرودي. هذول هما اللي دخلوا معانا على أساس نأسس شركة جديدة، تكون شركة غير هادفة للربح أساسا. الفكرة منها أن احنا ندعم مشروع، أو خلينا نقول نظام التجميع في الكويت، أن اللي علمناه حق عيالنا اللي اشتغلنا عليه كل 8 سنين هذا ما يروح تماما، على الأقل أن نظام التجميع يستمر، الناس تعلمت. صحيح. خصوصا أن احنا سوينا مسابقة أمنية وطني قبل الكورونا على طول، وكانت يعني نجاحها ما شاء الله مبهر، كان كبير، كلنا عشنا النجاح هذا. بالضبط. صحيح. اللي حال تعلموا واستفادوا، فما نبي نوقف أو نسوي شيء زين وبعدين نوقفه. فكملنا فيها، والحين في المرحلة هذه. بس أنا لازم أشكر الرعاة الاستراتيجيين المادي، الرعاية المادية الفعلية الحين جهتين، بنك الكويت الوطني وشركة الكويت للصناعات النفطية. نعم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا لك على هذا الشكر الجميل، ويستاهلون بصراحة. كثير منا مشاهدينا نسمع البلاستيك وأضرار البلاستيك وتأثيره على البيئة، لكن ما يعرفون شنو هو الضرر ووين تكون أضرار مادة البلاستيك. والله خليني أقول لك أختي، بشكل عام النفايات كلها مضرة. أكيد. في أشياء تتحلل
وتحللها مرات ما يكون صحيح اساسا. يعني البلاستيك تحديدا ما يتحلل، ياخذ سنوات طويله، سنوات طويله صحيح. ويمكن ما يتحلل زين. المشكله في ان طريقه الردم عندنا في الكويت وعدم وجود نظام فرز في المنزل، بحيث ان تطلعين المواد القابله للتدوير وتخلين المواد العضويه بس هي اللي تروح المردم. يعني المشكله الاساسيه من بيتك، من البيت نفسه. ويأسفني اني اقول ان حتى التعامل مع هذا مع هذه النفايات مو صحيح للامانه اقولها، وهذا يعني شيء معروف. احنا عندنا كان عندنا حوالي 18 مردم بالكويت، 15 منهم تسكروا وباقي منهم ثلاثة. التحلل اللي قاعد يصير في المرادم هذه قاعد يطلع غازات مو صحيه. صحيح. وحصلت مواقف من قبل، لان حتى بعض المناطق السكنيه موجوده على مرادم نفايات قديمه. صحيح. فلازم الدوله تبتدي تفطن حق هذا الموضوع حتى لتأهيل هذه المرادم القديمة، أو خلق نظام أو قانون للفرز من المصدر علشان ما نوصل إلى هذه المرحلة. وبالمناسبة ليش المرادم في المناطق السكنية؟ لأن إحنا عايشين بس على تقريبا 20 أو أقل من 20% تقريبا من رقعة الكويت. الباقي سواء تحت إدارة وزارة الدفاع أو القطاع النفطي. فكذي راح تصير نفاياتنا متكومة في نفس المنطقة مالتنا، فهذا ما راح يكون فيها ترى استمرارية أو استدامة. ترى أنا لما أقول استدامة أعني استدامة الكويت كوطن، أعني استدامة المجتمع، استدامة هذه الأرض، بقائها، استمراريتها. الحفاظ هذه على البيئة الاستدامة من ضمن النقاط الموضوعة في الكويت 2035. صحيح. صحيح. والاستدامة يعني هذه نقطة مهمة، يعني أيضا قاعد يشتغلون عليها ان شاء الله للوصول الى الاستدامه الكويت ان شاء الله باذن الله. حكي مهني الحكي في شيء حلو استاذه سناء. اليوم انا انزل ابلكيشن زين وياي التشيس مالي، ادور اقرب حاويه واوصل لها عن طريق الابلكيشن الجميل مالكم. ابيش تاخذيني بلفه بهالابلكيشن، يعني انتم يمكن اول يعني اول لوكيشنز مصنفين بطريقه يعني اوفيشلي او اوفيشال تكون معتمده رسميا حتى بالجوجل مابس والمابس. صحيح. وغيره. صحيح. فابيش تاخذيني بلفه بالابلكيشن مالكم. احنا الحين انتقلنا الى مرحله ثانيه. احنا دخلنا التكنولوجيا في نظام التجميع ودخلنا الجيل الثاني وهو هذا الاهم. فعندنا بنوته ما شاء الله عليها اسمها آية بدر مسكت الموضوع هذا وقررنا نسوي الابلكيشن هذا. اهم ميزات الابلكيشن ان انت لما تسوي داونلود حق الابلكيشن وهو امنيه كولكشن سيستم ابلكيشن او سي اس، تسوي له داونلود، تسوي ريجستريشن. لما تجمع تشيس او اكثر تروح حق الحاويه. عشان توصل للحاويه عندك اللوكيشنز كلها معرفه على جوجل ماب، لوكيشنز مالت الحاويات. ويعتبر اول تعريف في المنطقه لحاويات وليس لمواقع مباني عاديه. فاحنا كنا الحمد لله سباقين في هذا الموضوع. فلما توصل الى الحاويه اكو كيو ار كود على الحاويه، لما تمسها ينزل لك مثل شاشه تكتب كم كيس انت حاط او جالن مال ماي، وتصوره وتسوي ابلود حق الصوره مالتك. خلاص يتسجل لك كنقاط. النقاط حاليا انت قاعد تجمعها، لكن مستقبلا وان شاء الله مستقبلا كبير قريب راح يصير في خلينا نقول مثل نوع من نظام المكافآت. حلو. اللي نبي تشجيعية. إيه نبي كل الناس تستفيد منه. وهي تشجيعية مثل ما تفضلتي. ولله الحمد احنا اطلقنا الابلكيشن في 9/3. الحين احنا داخلين في اول تطور حق الابلكيشن وراح يكون في مفاجآت ان شاء الله. يمكن ما اقدر اعلن عنها الا لما اوقع اتفاقيات معينه، بس احنا فخورين جدا ان خلال اقل من شهرين قدرنا نوصل الى التطوير الثاني حق امنيه او حق ابلكيشن امنيه. اي نعم. وجود عنصر المكافاه انا اقول من العناصر المهمه تشجع الواحد. يعني بعض الاحيان الانسان يحتاج الى التشجيع عشان يستمر، مو الهدف حصول النقاط. صحيح. ولكن قد تكون النية هدف بالبداية لكن بعدين يصير عادة. أكيد في صعوبات سادة سنة واجهتوها في مواجهة هذا المشروع. وايد صعوبات، لكن أنا ما أسميها صعوبات، أنا أسميها تحديات في البداية. يعني تسقلكم أكثر. يعني التحدي أقدر أتخطاه إن شاء الله، وقاعدين نتخطى التحديات هذه ولله الحمد. لكن الأجمل من تحديات التعاون. أنا عندي بس سالفة بسيطة يعني ودي أذكرها. في منطقة ضاحية عبد الله السالم الصحية في دكتورة إيمان بحسين اللي هي المسؤولة عن المنطقة الصحية،
أنا أحب أذكرها وأشكرها من كل قلبي. في رمضان ما قصرت، أخذت السائق مالها وراحت عند الحاوية وجمعت كل السيدات وخلتهم يجيبون السياق مالتها، وعطت دورة تدريبية 3 أيام من السائق اللي هو جنسيته هندي إلى السياق الباجي شلون يستعملون الأبليكيشن وشلون يستفيدون منه. أوكي. اللي حصل أن بالإضافة إلى هذا تكلمت مع المساجد، وكان رمضان في العشر الأواخر يجمعون البلاستيك، ولما يملي الكيس يدقون على السائق يروح يأخذه ويحطه، فهو يسوي سكان ويأخذ نقاط. السائق هذا بفضل تعاون الدكتورة إيمان هو أول شخص بالكويت يعدي المرحلة الأولى من الأبليكيشن، ويطلع أكثر من 100 نقطة عنده ما شاء الله. بتجميع الأكياس عنده حول 107 أو شيء كذي. فقررنا أن احنا نكرمه ونكرم الدكتورة إيمان، ونعلن صراحة أن هذا التصرف من سيدات المجتمع والمدن الصحية والمدن والمناطق العادية، هذا اللي احنا نأمل فيه، هذا التعاون. والحين راح يكررون الدورات ويمشون عليها، كل أربعة راح يسوون دورة تدريبية. ممتاز، جميل جدا. سادة سناء، تدرين احنا نحبكم وايد أمنية. والله أنا أحبكم. الله يحفظك، الله يحفظك. سادة سناء، لما كنا نقول بسنة 2011 و2012 الكويت إلى جينيس، أنتم من أوائل الناس اللي ثبتوا أرقام للكويت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. 94,000 غطاء تبارك الله وصلتونا إلى جينيس. نبي نتكلم يعني كممثلين أنت ولمشروع أمنية عن هذه التجربة وعن الأشياء الحلوة اللي أنت وقاعدين تعطونها للكويت، عشان بعدين نعرف شنو اللي أنت وتبونه عشان تستمر الأشياء الحلوة لنا هذه. والله شوف، إحنا نعطي ونعطي من عيوننا لإيماننا بهذا الوطن، ولإيماننا باستمرارية هذا الوطن، ولإيماننا مو بس بأهل هذا الوطن، إيماننا بكل شخص على هذه البقعة من الأرض. فبالتالي لما يوي الشباب بنات الجامعة أننا بنتعاون على أساس نكسر رقم معين، ففعلا تعاوننا معهم ووفرنا لهم الأغطية اللي هم محتاجينها، وصلت إلى 94,000 تقريبا أو أكثر من المغاطي عشان يكتبون كلمة واحدة. وبهالطريقة هذه حصلوا على ريكورد في جينيس حق أكبر تجميع لهذه الأغطية يعني. أي نعم. أنا شفتك صورة شايلة جائزة أو مجسم. وايد جوائز، ما أدري. أنا ما شفت. أبي إحدى يعني إحدى هذه الجوائز اللي حصلت عليها. وايد أهمها أو أقربها إلى قلبي. أي نعم. اللي استلمتها من أم أحمد هند الصبيح الله يذكرها بالخير. أي نعم. كانت جائزة تميز في المشاريع الريادية أو المتوسطة والصغيرة على مستوى دول الخليج. أي نعم. فهذه كنا إحنا المشروع الأول مميزة. على واستلمنا الجائزة من أم أحمد الله يذكرها بالخير. جميل جدا. المسؤولية الاجتماعية social responsibility، الإنسان يصقل نفسه ويربي نفسه عليها ويعلم نفسه ويعلم اللي حوالينا. فأنتم مسؤوليتكم الاجتماعية طالت الكويت وطالت أهل الكويت كلهم، فشنو النصيحة اللي أنت حابة تقدمينها من واقع هذه المسؤولية الاجتماعية حق أهل الكويت وكل من يسكن هذه الديرة الحلوة؟ اللي حابة أقوله أن أنا أعتبر أمنية بنتي، وأنا أتمنى أن أمنية تصير بنت الكويت كلها، بنت كل شخص بالكويت. راعوها، جابلوها، نموها، اشتغلوا معاها، نزلوا الابليكيشن، دعموها. إذا في جائزة أو ما في جائزة، على الأقل إحنا قاعدين نحفظ الكويت. وأرجع أقول اللي متوقع شيء كمكافأة حقه وفوق حقه، وإحنا مستعدين، واللي يسوي عن طيب خاطر حياه الله. الابليكيشن سهل جدا جدا جدا، في نتواصل معاكم وفي نسمع منكم وتسمعون منا، والقادم أجمل لأنه في عندنا أفكار جديدة جاية بإذن الله راح تعجبكم إن شاء الله. قد تكون أمنية ولكن تحققت هذه الأمنية، وكل واحد فينا عنده أمنية، ومع الجهد والمثابرة ونقول التكاتف، خصوصا التكاتف المجتمعي، تتحقق هذه الأمنيات. كل الشكر لضيفتنا الأستاذة سناء الغملاس، الرئيس التنفيذي لمشروع أمنية. حياك الله وعساك على القوة. أنت اللي مشكورين، ما قصرتوا. الله يحفظك، حياك الله. نطلع فاصل يا هاشم؟ نطلع فاصل، لكن قبل أن نطلع هذا الفاصل، لن يموت أي حلم في هذا البلد دام أبناء الكويت عندهم البذرة الصالحة هذه وقلوبهم على هذا البلد. فإحنا دائما في سلسلة مترابطة، لأن والله نحب هذا البلد ونحب أي شخص قاعد يعطي من قلبه ولا يرتجي لا جزاء ولا شكورة، مجرد أنه يصلح من حال شيء هو شايف أنه في المستقبل راح يوصل إلى شيء أفضل وأجمل. تخيلوا عندنا أستاذة سناء القملاس وحدة
لو عندنا وايد يمشون على فكرها ويمشون على نهجها وهذا، تخيلوا كويتنا الحلوة شو راح تصير. فاصل نرجع نتواصل معكم.